فلذلك فما نراه اليوم قائم على عقيدة دينية، والمسلمين تركوا دينهم وصار يعادوا دينهم، وأشد من هيك كمان من المنتسبين للدين عم يسيئوا استعمال الدين وعم يسيئوا فهم الدين، عم يستعملوه بعكس ما ينبغي أن يستعمل. أنا عقيدتي بأن الإسلاميين في كل بلد لازم بكل طاقتهم وجهدهم يتعاونوا مع حكوماتهم الوطنية، لأنه نحن كلنا مستهدفين يا أبني، الحكومة والشعب، الدين والدنيا والوطن، كله مستهدف لسهام الاستعمار والصهيونية والتبشير والتنصير. فإذا ما وعى الحكام وما وعى الشعب وما وعى علماء الدين الإسلامي وما وعى الإسلاميون هذه الحقيقة ليمثلوا كتلة واحدة، أنا الدولة والدولة أنا، أنا الحاكم والحاكم أنا، نتساعد. والحاكم مين يا ابني؟ الحاكم ابن بلدك أو ابن حارتك أو ابن قريتك، ما بتعرف تتفهم معه، وما على شرط أنه بساعة واحدة أو بيوم واحد أو بسنة واحدة يصير كل شيء، بده صبر. فالصهيونية 300 سنة حتى عملوا دولة إسرائيل، الله والنبي وجبريل عملوا الإسلام كم سنة؟ 23 سنة، والنبي ما كان يخطو خطوة إلا بإذن من الله ووحي من الله، ما جاهد حتى نزل الوحي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لما أبو بكر أراد الهجرة وأخبر النبي قال له تأخر لعل الله أن يأذن لي، فهجرة النبي بإذن وقتاله بإذن. وين هذا الإنسان اللي بيتصرف تصرفاته كلها مع الله وبإذن من الله؟ لذلك الإسلاميين عم يقعوا بأخطاء وعم بيعملوا على المجتمع أضرار كبيرة بسبب عدم النضج في الفقه الإسلامي. فالله يهدينا ويهديهم.